احنا لسه واصلين دلوقتي الحمد لله الساحل. اول حاجة هنعملها هنطلع على محمد ضحروب في العالمين نظبط الطعوم. هو المفروض ظبط لنا ايه؟ احنا في شطنارة تمام، بس الدود لسه ما جاش. وقال لك في دود رز، في دود رز وفي عقر وفي شطنارة ميتة. عقر مملح ولا احنا اللي هنملحه؟ عقر مملح. بس احنا جايبين معانا برضه ملح فيش. تمام وبراد. بس هو لسه الدود الاسماعيلاوي كده هو بيقول المفروض الساعه 2 بس هو لسه ما وصلش. طيب خلاص لما نوصل هنعرف ايه المتوفر عنده ان شاء الله. وبرضه عندنا عقلتين بوستين كده هنصلحهم عنده بسرعه، اللابلوب بتاع عاوزين دبلتين اللابلوبين كده هنصلحهم على طول وان شاء الله نتوكل على الله بقى نروح على المطعم. تمام، وهنوريكم مكانه وهنوريكم شكل المحل من بره ونوريكم الحاجات اللي جوه ونقول الاسعار ان شاء الله. بس نشوف هناك دلوقتي، هو بلغك الاسعار ولا لسه؟ لا لسه دلوقتي ونشوف. تمام، بس من ضمن الحاجات اللي تظبطها وانت جاي قبل ما تيجي ما تروحلوش على طول، يعني انت تتصل بيه بتعرف ميعاد الطعام جاي امتى بالظبط بحيث تروح تلاقي الطعام. ما تروحش عنده مشكله، هو مش بيحجز طعام، هو مش مثلا شيء نص شطناره ولا كيلو شطناره، هو ما بيحجزش طعام، هو اللي بيروح ياخد عشان محدش يزعل منه. هو بيحط طعم كله قدام الناس، اللي يدخل ياخد اللي ياخده، هو ما بيحجزلكش طعم. فانت بقى مظبط مع جاي الساعه كام، هو عنده جروب بيحط على جروب الطعم وصل الناس كلها بتروح له ساعتها. فعشان كده تكون مرتب من قبلها، وهنحط برده رقمه عشان اللي حابب يتعامل معاه ومن الناس المحترمه واسعارها كويسه، واللي حابب يتعامل معاه يكلمه. وفي نفس الوقت احنا تكون قبل ما تروح تعرف تنسق معاه بحيث تشوف هتروح الشاليه الاول او هتروح مكانك الاول تحط حاجتك بعد كده تروح له، ولا تلحق لو الحاجه جايه دلوقتي تروح الاول تاخد الطعوم وتظبط عدتك بعد كده ترجع وتبتدي تتوكل على الله في اليوم بتاعك. ونبدا احنا نجيب كميات قد ايه؟ احنا كنا هنجيب، احنا المفروض قاعدين 3 ايام ان شاء الله، قاعدين 3 و4 و5 شطناره مبدئيا، بس احنا هنجيب نص بس، ان هو بقاله فتره شهرين ثلاثه بيجيب كل يوم شطناره حيه، فخلاص احنا مطمنين. فاحنا هنجيب نص بس عشان ما تموتش مننا، ان الجدر الجديد بتاع الطعم ده بياخد نص عشان يبقى مريح. وبقى من بكره ان شاء الله كل يوم نروح نجيب بقى الطعم ونرجع، يعني عشان يبقى ايه طازه بطازه كده ان شاء الله. والميزه ان احنا قريبين، يعني انت برضه على حسب مكانك، ولو كده ايه احنا بالنسبه لنا قريبين ان شاء الله. واول لما نوصل هنبلغكم. هو في العالمين قدام مارينا 7 كده يعتبر، او مارينا 6، هو مدخل العالمين، مدخل العالمين اللي هو عند زهران. تمام، لما نكون داخلين هنصور لكم على مكانه بالظبط. السلام عليكم.